السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شارك في هذا الفيديو كيفاش تبيع USDT في منصة بايبت، ولازم يكون عندك بريد ديمو باش تقدر استقبال بالدينار الجزائري. قبل مشاهدة الفيديو خاوتي ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة في الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ عبركة الله. اولا باش تقدر تبيع او USDT في منصة بايبت، هي لازم لك توثق بايبت ببطاقة تعريف الوطنية برقم الهاتف والجيميل. هذا ممكن تقدم، اذا ما درتوش ما تقدرش تبيع في منصة بايبت. اول الدخول الى منصة بايبت بهذه الطريقة خاوتي، صح؟ من بعد ندخل الى المحفظة، ومن بعد ندخل الى ايداع، ومن بعد هنا يعطونا ثلاث خيارات. حنا نروحوا مباشرة الى بي تو بي، ها هي نكليكو عليها خاوتي، ومن بعد استناو. صح، هنايا الى لقيتها بالعملة الدولار ولا لقيتها بالاورو تكليكي عليها ودي دي زيد دي زيد. صح، دوك اخترنا كما نقول حنايا العملة. انايا نحوس نبيع ماشي نحوس نشري، واش ندير لي البيع بهذه الطريقة. نشوفوا طريقة الدفع، هنا اعطيك جميع الدفعات خاوتي، ها هي ها هي خاوتي، الوايز الباير كما حبيت. مثلا نديرو بايسيرا ما كانش، حنا نديرو جميع الطرق باش يخرجوا لنا تعزيريين. صح، حنا نديرو كميه، مثال انتيا عندك 5 دولار ولا 10 USDT ولا 20 USDT مهما كان المبلغ. مثال نديرو حنا مثال مليون، نديرو تاكيد. هنا خاوتي يطلعوا لنا جماعه نتاع المليون. صح، ونفس الطريقة نتاع منصة باينس، نفس الطريقة. مثال نختار هذا الأول، يقول لك هنايا يقول لك يشري 1 دولار بدرهم نخاتي 25,500، 25,500 1 دولار. ندخلوا البروفيل تاعو ونشوفوا كيما نقول حنايا التعليقات، سلبيات إيجابيات. هنايا أترك التعليق، هنايا كاينين التعليقات خاوتي شو مليح. لا يوجد تقييمات سابقة، عرض كذا كذا، لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد. سريع استجابة، سريع استجابة موثوق. عام خوتي مع الغيلو، سريع استجابة، كل واحد وكيفاه. صح، وخد اخر مثال، هذا عنده 81 طلبيات، كل واحد وكيفاه. هذا يا عنده 270 طلبيات. نشوفو روحو التعليقات، هنا يعطي لك الديتاي تاع البروفيل تاع السيد، كل واحد معلق له شو، قالك شكرا جزيلا، شكرا كذا كذا، كل واحد وكيفاه. صح، كيفاش نبيعو؟ نضغط على البيع، ولازم يكون عندك خاوتي USDT. مثال ديرو 50، درك حنايا ما عندناش دراهم خاوتي، وهنايا دير دراهم، ولازم دير إضافة طريقة الدفع. واش من طريقة؟ تحوس تقبل الأموال عن طريق بريدي موب، تكتب هنايا رقم البريدي موب، تكتب كذلك رقم بريدي موب، ومن بعد تكتب هنايا الاسم البنك مثل أجيلي بوست هذا مك، ومن بعد دير التأكيد، يجيك الرمز على الهاتف وكذلك على الجيميل، دخل الرمز ومن بعد دير التأكيد، ومن بعد ترجع ودير البيع، تهضر معاه في الدردشة، تعطي له النيميرو نتاع الريبل تاعك خاصة بالبريديمو، يبعثك دراهم، تروح تفيريفي دراهمك في البريديمو، اسكو صح دخلوا دراهم، تعاود دير التأكيد، تم طلاقة الأموال على حسابي البنكي، وفاك فريتها، هذا مك، فهمتوا خاوتي؟ هذا مك. مثال ثاني الشراء، مثال نشوفوا هذا السيد، ندخلوا البروفيل تاعو، نديرو نشوفوا كما كاش اللي شرا عليه. هنايا ما تقدرش تشري عليه، علاه؟ راه محظور السيد هذايا، فهمتوا خاوتي؟ هذه طريقة
باش تقدر دير بيع او اس دي تي في منصه بايبت. مهم، اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا تعلق اسفل الفيديو، ولا يتواصل عن طريق الواتساب ولا على صفحتنا مدون حبيب للمعلومات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.